السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طبعا اليوم راح نتحدث عن تطبيق لمعرفة أي شخص عندما يتصل في الواتساب. التطبيق راح يعطيك إشعار، طبعا اسمه لاست سين أونلاين. هذا هو التطبيق لاست سين أونلاين تراك فور واتساب. طبعا بعد ما ننزل التطبيق نقوم بفتح التطبيق، ثم تضيف الرقم هنا الذي تريد معرفة متى يدخل إلى الواتساب. طبعا سأضيف رقمي الآن حتى نجرب التطبيق. 2 6 7. تضيف أولا رمز الدولة من هنا من السهم، بعد ذلك نضيف الرقم، بعد ذلك تضيف تختار اسم هنا، ثم نضغط على كلمة ستارت. طبعا ونضغط موافق. كما تلاحظون الآن بدأ التطبيق يعمل، وستظهر لك النتائج هنا في أول الصفحة هذه، وهذا كل شيء. طبعا الآن نجرب ندخل إلى الواتساب لنرى هل سيعطينا إشعار. وأقوم بإرسال أي رسالة، كما تلاحظون أعطاني إشعار في الأعلى هنا في الزاوية أنه الرقم هذا أصبح أونلاين. طبعا مثل ما قلت لكم في الزاوية هنا في الأعلى. الآن سأقوم بإغلاق تطبيق الواتساب وأجرب إن كان سيعطيني إشعار بالخروج من التطبيق. طبعا في النسخة هذه المجانية تستطيع تتبع رقم واحد، إذا أردت بالضغط على الزائد إضافة أكثر من رقم سوف يطلب منك شراء النسخة من المتجر. كما أن النسخة المجانية فقط كما تلاحظون هنا هي عبارة عن أيام محدودة فقط، تستطيع أن تستفيد من التطبيق. طبعا سأجرب أرجع أدخل مرة ثانية على الواتس وأجرب أيضا إرسال أي شيء. كما تلاحظون فورا هذه الإشارة الزرقاء، ويعطيني إشعار صوتي أيضا أنه الرقم الذي تتبعه أصبح متصل في الواتساب. طبعا الآن سأقوم بإغلاق الواتساب. كما تلاحظون هنا الإشارة تغيرت. تاريخ الدخول ويعطيك مدة الدخول ويعطيك متى يصبح أونلاين وأوفلاين. هذا كل شيء بالنسبة للشرح. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأهلا وسهلا بكم.